بهدف خلق مساحة حوارية بين الشباب الجامعي ولتفعيل دوره في الانخراط في الأحزاب، خرجت جامعة الطفيلة التقنية المشاركين في برنامج أنا أشارك الذي يسعى إلى تطوير مهارات الشباب القيادية. الهيئة المستقلة للانتخاب وخلال حفل التخريج أشارت إلى أنها تسعى من خلال هذه البرامج إلى إيجاد بيئة سياسية واجتماعية آمنة للشباب في الجامعات بهدف تمكينهم من إدراك مختلف القضايا الوطنية وتفعيل المشاركة السياسية والحزبية. وأتوه على معرفة ومهارات حول كثير من برنامج المشاركة، وبرنامج هدفه الأساسي تطوير مشاركة الشباب في العملية السياسية وفي العمل العام، اطلاعهم على قوانين الأحزاب، قانون الانتخاب، التعديلات الدستور، وأيضا تطوير مهاراتهم في الحوار والنقاش. برنامج أنا أشارك وفر لي بيئة آمنة للحوار، وهي مكنتني وعطتني قدرة وعززت من قدرتي عشان أشارك في السياسة، المشاركات السياسية والديمقراطية، وخلاني جزء من صناعة القرار. هذا البرنامج كتير أفادني أنا كطالبة وككل الطلاب في الجامعة، عزز قدراتنا، نمى مهارات جديدة عنا، منها الحوار وكيف إحنا نتعرف على الآخرين، دخلنا في مجال جديد بعيد عن الجامعة اللي هو المجال السياسي اللي كان أغلب الطلاب بيخافوا أنهم يتحاوروا فيه.